رويدا رويدا تعود الحياة إلى المدينة القديمة في وسط الموصل، فبعد أن كانت هذه المنطقة مغطاة بالركام عادت لتنبض بالحياة مجددا. سوق السماكة بمنطقة الميدان الذي عاد لفتح أبوابه من جديد أمام زبائنه، مع عودة الباعة والصيادين إلى المكان الذي أجبروا على مغادرته بسبب الدمار الذي خلفه تنظيم داعش. هذا أقدم سوق، هذا سوق الميدان، هسه عندي صورة مالته ما هني بالبيت، السوق القديم تقشع تكرم الدواب والهذي كله هوني، سوق قديم هذا، هذا أبا عن جد هذا السوق، سوق الميدان، والله إذا يتبلط ويصير حركة يصير سوق عالمي هذا، والمنطقة تتعمر شوية تتعمر. من النهر إلى السوق يأتي الصيادون بهذه الأسماك وهي ما زالت تنبض بالحياة لتقديمها لزبائنهم، لتعود معها ملامح الحركة التجارية إلى منطقة الميدان الذي يقع على ضفة نهر دجلة. سوق السماكة من أقدم الأسواق بالموصل، بالأخص بالجانب الأيمن، يعني كانت الحضارة هوني بالجانب الأيمن، والله يجون من باقي المحافظات، يعني اللي عشاق السمك نقول سماكة من المحافظات، من الجانب الأيسر، من باقي خارج المدينة يجون، من كل المناطق يجون. ولأهمية هذا السوق تقوم كوادر بلدية الموصل بتعبيد الطرق فيه ومد أنابيب مياه الإسالة من جديد، في محاولة لإعادة أسواق المدينة القديمة كما كانت عليه في السابق. تأهيل شارع الميدان سوق السماشة، وبمدة عمل 45 يوم يضمن العمل القلع، التبليط القديم المتضرر نتيجة أعمال التحرير، وقلع الأرصفة وبناء أرصفة، وإن شاء الله التبليط بالكونكريت. أهمية هذا المشروع أنه يقع في سوق حيوي، هو يعتبر كأقدم سوق بالمدينة. وبعد مرور أكثر من 3 أعوام على استعادة القوات الأمنية لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، عادت بعض أسواقها القديمة إلى فتح أبوابها من جديد بجهود ذاتية من قبل الأهالي. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.